مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. لمتنا الحلوه حلوه النهارده بنور وبساره. اهلا يا نور. اهلا يا ساره. اهلا يا مها. ازيكم حلوات؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله بخير. الحمد لله. النهارده موضوعنا هيكون موضوع بيشغلنا في احيان كتيره، وهو موضوع الاحساس بالامان والاحساس بالخوف. كتير قوي مننا بيخاف من المستقبل، بيخاف من بكره، بيخاف من انه يعبر عن مشاعره، بيخاف من ان هو مشاعره تروح لحد غلط، بيخاف 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 بيخاف. حاجه متعبه قوي. الخوف احساس مش لطيف خالص، والامان احساس جميل جدا، من اكتر الاحاسيس اللي بتحسس الواحد ان هو عايش وان هو مستقر وان هو هادي وان هو قادر يتعامل في حياته، لما بيكون حاسس بالامان. والامان على المستوى الشخصي ما بين الخطيب وخطيبته، ما بين الزوجه والزوج، الحاجات دي، وحتى ما بين الاب واولاده واولاده حاسين بيه ازاي. ده احساس قوي جدا ومهم جدا، ومن اكتر الاحاسيس اللي بتخلينا نعرف نعيش يومنا ونعيش حياتنا، الاحساس بالامان. طبعا. ايه رايك ايه في الموضوع ده يا نور؟ 100% طبعا. احساس الامان من اهم الاحاسيس ان الواحد لازم يحس بيها، سواء راجل ولا ست. لانه مفيش اي حد في الدنيا بيعرف يعمل حاجه ويركز فيها قدامه وهو وراه في مثلا نار ولعه او في حرامي بيسرق حاجه، هيبقى متوتر ودايما بيبص وراه. فاساس النجاح، اساس الحياه السليمه، اساس النفسيه المظبوطه، اساس الراحه النفسيه، هو الاحساس بالامان الداخلي. الامان الداخلي زي ما قلتي كده يا مها، ليه اكتر من مصدر. يعني ممكن الاب، ممكن الام، الاخوات، العيله يعني عموما، ممكن يبقى مصدر الى حد ما مادي. يعني ممكن تكون جوازه بس مصدر الامان فيها الفلوس مثلا، او البيت، او ايا كان. يعني حاجه تبقى ماديه مش عاطفيه. يعني تبقى الزوجه حاسه بالامان لان جوزها معاه فلوس او مامنها شويه، مش ان جوزها مش بيخونها. اوكي، ممكن يكون مش فارق معاها الشخص. يعني هو بيختلف من شخص لشخص، بيختلف من شخص ايه مصدر التاني. الامان اللي هو بيحس ان هو بيه ظهره مسنود وقادر يكمل لقدام ما يبصش ورا تاني. تمام. ساره، هل ممكن عدم الاحساس بالامان ده يحسسنا بالخوف، او ده ممكن يهدد العلاقه ما بين اتنين؟ طبعا يا مها. يعني هو الامان ده احساس وشعور داخلي لازم يكون جوانا كلنا. مجرد ما الامان ده بيروح والواحد يحس ان بدا يدخل جواه خوف، حياته بتبقى مهدده. انا ممكن ان انا انهي فعلا علاقه لو دخل فيها احساس بالخوف. انا خايفه مثلا من جوزي مثلا ان هو تبقى حياتنا مهدده، انا خايفه مثلا من اني ادخل في علاقه جديده، اتخطب مثلا لواحد ابقى خايفه ان هو يعني يخيب ظني. كتر الصدمات بتخوف. بس في نفس الوقت برضو الواحد لازم يبص لقدام، ولازم يكون عنده الشجاعة الكافية ان هو ما يخافش ويلغي الخوف ده من حياته خالص. دايما يحس بالامان، لان الامان ده يعني من غير الامان ما نقدرش نعيش. الامان ده ان هو مهم. يتشجع لو يعني او واحدة او واحد لو مش حاسس بالامان مع الطرف التاني ان هو ينهي العلاقة دي عشان يقدر يعيش حياته بامان. لان الامان ده زي الاكل وزي الشرب وزي الهواء اللي احنا بنتنفسه. زي امان الشغل برضو يا مهما. وانا مثلا لما ببقى في مكان ومتأمن عليا بيبقى احساسي في يعني طمأنينة شوية عن لما ببقى بشتغل في مكان مثلا ومفيش تأمين عليا، اقدر حد يمشيني في اي لحظة. امان الوظيفة ده مهم. امان الممتلكات، ان انا ابقى قاعدة في مكان ملكي مثلا، ده بيدينا شيء واحساس من الاب بالامان برضو. طبعا. بالنسبة للعلاقات بقى يعني الموضوع بيبقى صعب ومجهد جدا. بس انا واحدة من الناس لو دخل فيها خوف او ما حسيت بالامان هنهي العلاقة فورا. فورا. طيب لو اتكلمنا عن امتى الانسان يحس، او ازاي، ايه المؤشرات اللي بتقول الانسان ده حاسس بعدم امان حتى لو هو مش باين عليه؟ يعني انا بشوف ان كتير جدا من الناس اللي بتحس بعدم الامان ممكن تبقى عدائيه قوي وتشاؤميه جدا. يعني هو عدائي. بالظبط كده. بيتحول انه يبقى اجريسيف لان هو هجومي. مش حاسس بالظبط كده. هو بيهاجم قبل ما يتهجم عليه لانه خايف. بالظبط كده. يعني زي ما بنشوف مثلا لما بعض الناس اللي بتهاجم الكلاب مثلا في الشارع. هو الكلب ما بيهاجمش حد، او بطبيعته هو ما بيهاجمش حد. لكن من كتر ما تهاجم بدا بعد كده اللي هو كل لما يقرب من حد يا اما يجري ويخاف، يا اما يبدا يهوهو اللي هو ان هو ما يخاف منه، لا خاف مني. بالزبط. هو جواه فاضي، هو جواه اصلا مهزوز يعني لانه مش حاسس بامان.
دايما يبقى خايف برضو يا ما. يعني الانسان العلامات اللي بتبين ان الانسان ده مش حاسس بالامان دايما تلاقي خايف من كل حاجه. يعني متردد قبل ما يدخل اي علاقه، يفكر مليون مره هل العلاقه دي هتنجح، خايف من الفشل ولا ولا هتفشل ولا هكمل فيها ولا مش هكمل ولا هيحصل زي المره الاولانيه. فدايما يبقى جواه احساس بالخوف. ده احساس صعب جدا، احساس الخوف ده. بس برجع اقول برضو يا نور ان الواحد لما يبقى قريب من ربنا او جواه حته إيمان بالله، ودايما متوكل على إن ربنا ما بيشيلناش حاجة وحشة، والله العظيم إحساس الخوف فعلا بيروح. والله بجد يا ما بتعجبيني وانت مؤمنة جدا يا سارة. أنا على طول مؤمنة بس وهي عاقلة كده وراسية كده عاقلة وراسية. سارة وسارة مثال العقل الحقيقي. ده ما بقاش مصدقة نفسي أصلا وأنا بقول الكلام ده، مش مصدقاني. واحد بقى اسمعيه وإيه واتعلم ونفذه على أرض الواقع. لا هو إحساس الخوف على فكرة بسبب عدم الأمان ده بيجي من الصدمات، ده طبيعي. أيوة ما الواحد من كتر ما بيتصدم واحدة في الثانية في الثالثة في عامل زي الحيطه، كل ما تجيبي مثلا صنفاره كده تقومي جايه بترق بتخف. فطبيعي جدا مع الثقه في ربنا طبعا، زي ما ساره قالت مع الثقه في ربنا موجوده وكل حاجه، بس برضه بيبقى حاسس كده اللي هو طب اللي جاي جاي لي منين وجاي امتى. يعني الحاجه الوحشه اللي جايه لي بعد كده جايه لي منين وجايه لي امتى برضه، فبيبقى في قلق كده. فعارفين النهارده احنا معانا دكتوره امل محسن، وهتقول لنا كتير ازاي ان احنا نواجه الاحساس بعدم الامان ده، وهل الافصاح عنه ده شيء مفيد ولا لا، وهل اساسا اللي عنده بيبقى حاسس ان هو عنده عدم امان ولا مش حاسس. يعني فاهمه قصدي؟ طب انا مثلا كنت يعني بصي وانا بتكلم حالا خطر في بالي حاجه، ان انا دايما خايفه على مامتي، دايما خايفه على خالتي قوي، بخاف عليهم قوي هما الاثنين، فبالتالي ايه انا من كتر الخوف عليهم لما بس يقولوا انا تعبانه شويه ابقى فيري اجريسيف، بدل ما ابقى حنينه ومطمنه عليهم. حاجه خايفه، انا عايزه اشوفكم كويسين وشادين حيلكم، مش عايزه حد فيكم يقول انا تعبان، لا انتوا ما بتتعبوش، انتوا مش مفروض تروحوا مني، انتوا مش مفروض. يعني عارفه الخوف الزياده ده والاحساس بعدم الامان ان هم مش هيفضلوا مخلدين، ما فيش حد مخلد في الدنيا، بيخليني بالعكس ببقى فعلا اجريسيف. فعلا النقطه اللي كنا بنتكلم فيها دي حقيقيه 100% صح. طبعا هو بس هو اوحش انواع الاحساس بالخوف بجد لما يبقى مثلا طفل خايف من ابوه. اللي هو الاب يمكن اكتر من الام، الاب مصدر الامان. يعني فاهمه الام مصدر الحنيه والحنان والطبطبه والعطف والحاجات دي كلها، انما الاب انت الظهر، انت السند، انت الامان. فلما يجي الاب يخذلك او يخذل اي طفل بتبقى قد كده مؤلمه، وبتعلم في حياته على مدار عمره كله. طبعا لان هو الاب فعلا مصدر الامان يا ما. زي ما انت قلتي لما الاب يعني بيتعامل مع ولاده بطريقه قاسيه او كده بيفقدوا الامان خالص. طب في المجتمع في الزوج اللي المفروض ان هو مصدر امان لزوجته، لما يبقى هو مصدر بالعكس ده مصدر خوف. يعني في ستات انا بقول لك بتقول لك لما اسمع صوت المفتاح بيتحط في الباب ان هو راجع من الشغل، ضربات قلبي تبتدي تزيد وابتدي اخاف. هي دي عايشه؟ لان لان انا عايشه مع سجان كده، ممكن هي كانها عايشه وميته في نفس الوقت. ايوه يعني احساس صعب جدا. وفعلا يا ما موجود كتير. موجود كتير، ان يبقى هو ده مصدر الامان بتاعي، انا قاعده في بيت مثلا ابقى مطمنه ومرتاحه ومش حاسه بخوف، لا يبقى هو سبب الخوف ده هو الراجل مثلا. والاهل ساعات بيتسببوا كمان في كده طبعا، ان هو يقول لك معلش مثلا بيتطاول عليكي استحملي معلش. الست ما ممكن تعدي اي حاجه في الدنيا، يعني انا بشوف ان ممكن مثلا تعدي اي صفه وحشه في الراجل الا عدم الامان دي، الا ان هي تحس ان جوزها مش امين عليها. لان انت مش امين عليها هتبقى مش امين على اولادك، هتبقى هتدخل جواها خوف زي ما انت قلتي. مش بس مش امين عليها يا ساره، مش ظهر ليها بالظبط. الزوج لازم يبقى ظهر للزوج، لازم يبقى خط الدفاع، لازم تبقى الحمائي. ما هو يعني مش هم بيقولوا ظل راجل ولا ظل حيطه، انا مش لاقيه الظل اصلا اللي ظل لتحتيه، او يعني اقعد يعني ازاي انا لاقيه الحيطه. يعني مش لاقيه الظل بالظبط. يعني هتبقى الحيطه كده يعني احسن لقيته. انا خلاص ما هو انا مش هو مش بيدافع عني، مش بيصد عني، مش بيحميني، مش بيحتويني. طب يبقى خلاص، طب يبقى الحيطه بقى، ما هي الحيطه هتعمل كل ده وكمان مش هتزهقني. المفروض العلاقات صح زي ما انت قلت يا نور، يعني مثلا انا احب واحد او افكر ان انا ارتبط بواحد واتجوزه عشان لما احس ان الدنيا قاسيه عليا، او انا خايفه من حاجه معينه مثلا من بيت اهلي او اسباب كتير فيها خوف، مين اللي يطمني ومين اللي يطبطب عليا، مين اللي الجا له واشتكي له؟ هو الشخص ده اللي بيحتويني بمشاكلي بكل حاجه. ما يكون هو بقى سبب ده، دي مشكله كبيره. انا بشوف ان الزوج والزوجه لازم يبقوا فريق واحد على الدنيا.
على الدنيا كلها يعني بره عتبه باب البيت بتاعهم هما الاثنين تيم واحد ومع بعض وفي ظهر بعض، هي تبقى امان ليه وهو يبقى امان ليها. مش بس على فكره الزوج اللي مطالب بالامان، طب هي تدي حنيه لا، وهي كمان لازم تدي له، لازم تدي له امان على فكره. لا هي ما هو الحنان ده نوع من الامان. هو لما يحس ان هو متضايق او زعلان او عارفه كلمه مكروب، مكروب من الدنيا، في كرب في حياته، لما يلجا لها هو مش محتاج ان هي تدافع عنه، بس هو محتاج ان هي تستوعبه بالزبط. وتحنن عليه وتطبطب عليه وتاخده في حضنها وتقوله بالزبط. ولا يهمك وهنعدي، وايام وحشه جايه وهنعدي. معنى كلامك ده ان الامان مش امان فلوس بس، لان في ناس كتير قوي تقول لك الامان ده امان الفلوس. طب امن لي بقى حياتي، انا عايزه احس ان انا متامن عليا بقى. ما لا دي تبقى داخله جوازه، لا دي تبقى داخله جوازه صفقه. يعني معنى كده ان ممكن كلمه فعلا تحسسني بالامان، مش شرط انها تكون ماديات. الاحتواء والحب والحنان والطمأنينة ده ملوش علاقة بالفلوس خالص. طبعا لما بتبقى فيه فلوس اكيد بنبقى حاسين بالامان اكتر، لا عشان بعد الشر لو حد فينا عي، لو حد من ولادنا عي، لو احتاجنا فلوس لاي حاجة في الدنيا. دايما الناس بتبقى خايفة من المرض، من الحوجة زي ما بيقولوا، طبعا خايفين من الحوجة. مش بتبقى خايفة ان هي ما تنزلش تشتري لبس، لا، انما هي خايفة على الاساسيات، الاحتياجات الاساسية، الاحتياجات الاساسية اللي هي طلبات البيت، اللي هو الاكل، اللي هو الشرب، اللي هو مدارس الولاد، الحاجات دي كلها. طبعا ده هيبقى متأمن كويس، بس مش الفلوس، مش ان هو يكتب لك مش عارفة ايه. هو يعني طب خلاص كتب لك الشقة وبعدين في الاخر باعك انت والشقه، سابكوا مشي، انت فاهمه قصدي؟ فين هو احساس الامان؟ ما هي اللي بيبقى هدفها الفلوس، يعني الشخص اللي بيبقى هدفه عموما الفلوس بيبقى هو من جواه اصلا مكتفي، مش عايز حاجه من حد. يعني اللي هو مش مهتم اصلا يستمد مشاعر من الاخرين. وبرده ده ممكن يكون خلل نفسي على فكره، مش اكتمال ذاتي بقى وان هو يعني خلاص بيرفكت، لا بالعكس ده خلل نفسي وناتج عن مشاكل. فهو بيدعم بفكره الماده علشان يبقى خلاص اللي هو هي دي اللي ناقصاني، وطول ما انا يعني معايا فلوس وتمام خلاص انا اقدر اعمل اي حاجه وامشي. واحنا عايزين برضو دايما دايما لما بنتكلم في موضوع مهم كده وبيمس ناس كتير وبيمسنا اجتماعيا وبيمس بناتنا ومستقبلهم والولاد اللي بيتجوزوهم الشباب ومستقبلهم، دايما بحب اوجه كلامي للبنات واقول لهم لو انت مش حاسه بالامان مع خطيبك ده او مع الانسان اللي بيتقدم لك وحاسه ان هو كده ايه، عارفه في حد حتى في المواقف البسيطه قوي تلاقيه بيدافع عنك مع اهلك، تبص تلاقيه هو اللي ياخد اللوم. هو يعني مثلا افرض ان انت خرجتي انت وخطيبك وتاخرتوا شويه، فمثلا ازاي تتاخروا مثلا مش عارفه ايه لغايه دلوقتي بتاع مش عارفه ايه، في واحد يقف ملوش دعوه انت واهلك وحل المشكله مع بعض، وفي واحد تاني يقول له انا اسف يا انكل معلش انا اللي اخرتها، اصل حصل مني كذا كذا كذا، اصل العربيه مثلا مش عارف ايا كان الظرف ايه بالظبط. فتحسي كده ان في حق صد دايما بيحميكي. لو ما حسيتيش بالاحاسيس دي ايام الخطوبه يبقى في حاجه غلط طبعا. يبقى لازم تاخدي حذرك يعني لان في ناس بتكمل وبعدين بعد كده تتخطب وتتجوز وترجع تشتكي بعد كده. واحنا كان معانا مثال امبارح، يعني جوزها كان بيضربها واشتكت بعد 17 سنه. يا لهوي، قلت لها خلاص انت كبرتي 17 سنه. بيبقى باين من الاول ان هو الشخص ده مش مناسب او مش او في حاجات كتير مش كويسه وكده، بس تقول لك اجرب وخلاص يعني يمكن يتغير. واحده تقول لك اجرب وخلاص يمكن يتغير. ما هي دي بقى هو ده اللي احنا عايزين نلفت دايما النظر ليه. طالما عصبي لدرجه انه ممكن يتجرأ ويمد ايده في فتره خطوبه او يمد ايده في اول الجواز وانت لسه ما خلفتوش حتى او اي حاجه من دي، ما تفوتيش الحاجات دي. الحاجات دي مهمة جدا وما ينفعش نفوتها لانها عمرها ما بتروح. اللي عنده استعداد يمد ايده ما فيش حد بيتغير. ولو هيتغير هيتغير للأسوأ. للأسوأ. يعني بدل ما هيبقى بيزق هيبقى بيضرب. ولما ما تخلاش احساس الامان من الاول كده هيبقى خوف طول العمر، عمره ما هيتغير. مفيش حاجة اسمها ايه؟ احنا كنا لسه بنتكلم اصلا انا وساره في الموضوع ده قبل كده. ما فيش حاجه اسمها ان الاهل يقولوا لك خلاص بقى ده احنا يعني خلاص ده انتوا على وش جواز، انتوا خلاص ما كملوا. ايوه عدي المشاكل ده حقيقه فعلا، لان بيبان ربنا بيديك حاجات كده في الاول اللي هو ما ينفعش تكملي، اشارات فعلا يا ما وانت تكملي، بس التجارب بقى اللي بتبين. يعني التجارب والمواقف وانك تبقي على ارض الواقع وتجربي. بس يعني مش هينفع برضو نقعد نقول الحب الافلاطوني هو اللي بيعمل كده صدقيني. الحب والخلاص والكيوبيد والعصافير اللي بتطير بتبقى مغطيه على عين خالص نازله سترة سوداء.
أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع نكمل لمتنا الحلوة. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنتكلم عن الشعور بالأمان والإحساس بالشعور بالأمان وإمتى أفقد إحساسي بالأمان ده. معانا دلوقتي دكتورة أمل محسن استشاري الصحة النفسية. دكتورة أمل إزاي حضرتك؟ وحشتوني الحمد لله. يعني كل سنة وأنتي طيبة وكل سنة وأنتي منورانا وكل سنة أنتي بتسعدينا في كل حلقاتك. الدنيا واللمة الحلوة دايما أحلى لمة في الدنيا يا رب وأحلى برنامج. ربنا يخليك ربنا يسعدك. طيب عايزين في البداية خالص نتكلم كده في العموم. أوكي. إيه هو الشعور بالأمان؟ الشعور بالأمان إنك تحس إن أنت مطمن وآمن مهما حصل على كل المستويات. ده بيجي منين؟ بيجي من النشأة والتربية. تمام؟ أوكي. الإنسان اللي ما عارفش ياخد الأمان الكافي من عيلته من مامته ومن باباه وكده من وهو طفل يفضل طول عمره جاهز وتحت جاهز دي 60 خط جاهز انه يعيش شعور الخوف او مشاعر الخوف بكل اشكالها. خوف من بكره والخوف من المجهول والخوف من الفقد والخوف الخوف الخوف الخوف. الخوف هو عكس الامان. تمام كده؟ وفي بعض العلماء بيستبدلوا اي شعور سلبي عكسه يقول لك الحب. ولكن خلينا نتكلم في اللي الناس عارفاه اللي هو ايه عكس الامان؟ الخوف. فالخوف ممكن يبقى خوف من المجهول بشكل عام بقى بكل انواع الخوف، خوف من بكره والخوف من الفقر والخوف من الفقد والخوف والخوف والخوف. وممكن يبقى خوف محدد يعني خاص بمشاعر محدده. بس الخوف ده موضوع كبير قوي 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 وفي كلام كتير قوي قوي ولما بيزيد عن حد وبيقلب لانواع مختلفه من الفوبيا. في اختلاف ما بين الامان العادي طيب يا دكتور او الشعور بالامان العام والامان العاطفي؟ يعني هل هم بينفصلوا عن بعض؟ بصي زي ما احنا قلنا ان في الاول عنوان كبير اسمه الامان. اوكي. عنوان وطلع بقى منه الامان بشكل عام اللي هو انا امن مهما حصل انا في امان. تمام. مطمن واخد بالاسباب حياتي فيها يعني استقرار. فلما بيحصل تحدي بسيط او مشكله او كده بعرف اتعامل معاها لان انا قوي كفايه وعندي رصيد كفايه جوه نفسي ومتوازن فهقدر اتعامل مع المستجد ده وهياخد وقته وهيخلص. ده الانسان اللي هو الطبيعي او السوي او بيستمتع بمشاعر ايجابيه زي الامان والحب والثقه والحاجات دي. تمام كده؟ الانسان اللي عنده خلل في منظومه الامان فاكثر عرضه انه يحس ان هو عنده ما عندوش امان عاطفي. يعني ايه ما عندوش امان عاطفي؟ يعني لو انا وانا صغيره ما عنديش يقين ان مامتي بتحبني وما اخدتش من مامتي او من بابايا المشاعر الكافيه. فقد الشيء لا يعطيه. هيفضل طول عمري عندي مشكله تجاه البارتنرز او الشريك الحياه او حتى اصدقائي او حتى في عملي. دايما شاكك يعني او حاسس ان هم هيختفوا فجاه او هم لانه مثلاً. الامان الحقيقي بيجي من التربيه. في بحث معمول ومترجم من الدكتور ابراهيم الفقي الف رحمه ونور عليه، انا بعتبره كان عالم جليل وهو من اوائل الناس اللي دخلوا ازاي تفكر وازاي حاجات كتير قوي. يعني هو اللي انشا التنميه البشريه والحاجات كتير قوي. فهو كان عامل بحث انا نقلا عن الراجل العظيم الله يرحمه انه عدد الاحضان اللي محتاجها الجنين لما بيتولد علشان خاطر يحس بثلاث مشاعر: الحب والامان والثقه في النفس. طيب هنرجع تاني للموضوع ده، اسمح لنا بعد الفاصل نروح لفاصل ونرجع مره تانيه يا دكتور. أوكي. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنتكلم عن
اقول ايه المشاعر الحب اللي المفروض ان احنا نديها لاولادنا. عايزه اقول على حاجه، قولي. ايه الغلطات اللي احنا بنعملها في حياتنا طبعا من غير قصد، لان عمرنا ما هنكون قاصدين ان احنا بالظبط ان احنا نأذي اولادنا بالظبط، بس بتسبب لهم عدم شعور بالامان لما يكبروا، يبقى في حاجه هو مفتقدها على طول وهو مش عارف هو ليه كده ولا احنا بنبقى عارفين. اول حاجه غلط ان احنا بنترك البيبيهات لما يتولدوا فترات طويله لوحدهم مع مربيه او مع داده او كده من غير ما نتواصل معاهم، واحنا معتقدين هم مش فاهمين، هو خلاص اكل وغير وتمام، فهو خلاص وبيناموا في الوقت ده كتير جدا. المفروض انه البيبي اول ما بيتولد محتاج يتلامى، يعني حتى بنشوفها في الافلام وبنقرا في الابحاث بره، وانه ناس بتروح تولد في امريكا اول ما حد راح يولد بره مصر قال لك اول حاجه البيبي بيحطوه على صدر امه، على صدر مامته، علشان هو ده النفس والريحه، النفس والريحه ويحس بالامان، لان هو هي ريحتها وصوت قلبها هو الحاجه الوحيده اللي يعرفها لان هو كان جواها. اوكي، فهو الحاجات دي كلها فعلا علميه يعني موثقه انه ده مسؤول عن زي ما بنرضعه وبنديله تطعيمات وبناكله وكده وبنحميه وبنغير له، هو محتاج حاجات تانية ليها علاقه بالمشاعر علشان زي التطعيم بالظبط. فانا عايزه اخلي بنتي او ابني مشاعره قويه وستيبل ومش ضعيف ناحيه حاجه ومش عرضه انه حد يضحك عليها او واحده تضحك عليه او كده. التطعيم بقى بتاع القصه دي ان انا ازرع جواه مشاعر حب بالكلام، هو بيبي بس فاهم وبيحس، وصوت الام بالذات حاجه مهمه جدا. فلازم دايما اقول له انت احلى حاجه في الدنيا، وانت احلى حاجه حصلت لي، وانت احلى ابن في الدنيا، وانت احلى بنت في الدنيا، وانا بحبك وانت حبيبي، يعني دايما اتواصل بصوت مع البيبي واتواصل بالتلامس، اطبطب عليه، احضنه، اديله عدد معين من الوقت، يعني ادي من وقتي ان انا اديله الامان. اكتر حد هيستفيد من الكلام دلوقتي الامهات الحوامل طبعا. اوكي، كمان ممنوع يتعرض البيبي لاصوات مفاجاه تخضه، لان هو مش هيعرف يعبر يقول لك هو في ايه اشرحي لي، هيتسجل عنده ملف اول بذره خوف. خناقه بين بابا وماما وهو نايم في الاوضه الثانيه معتقدين ان هو مش واخد باله، احنا كده برضو بنزرع بذره اسمها الخوف. لان هو مش عارف ايه اللي بيحصل. فحاجه وقعت اتكسرت، ولا حد بيزعق، ولا حد بيصرخ، ولا في ناس بتضطر تاخد ولادها وتروح عزا مثلا، او تاخد، يعني الكلام ده مش ما ينفعش خالص. يعني زمان لما كانوا بيقولوا لنا الولاد الصغيرين ما يتواجدوش في العزاءات والاماكن اللي فيها اصوات حزينه او كده، لانه مش عارف تسيطري على اهل الناس دي. الميكروفون نفسه بصرف النظر عن ان هو قران. بالظبط، اللون الاسود اللي موجود في الحضور كلهم حاجه، كلها حاجات مرعبه بالنسبه له. حاضر، تمام، هستأذنك يا دكتور، معانا بس اتصل تليفوني سريعا من محمد من القاهرة. ألو يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيك. لو سمحت محمد اتفضل. الأمان. أيوه اتفضل اتفضل اتفضل، رأي حضرتك إيه؟ بنتكلم النهاردة عن الأمان. والله سعادة إن الواحد يعني بيدي الأمان لزوجته برضك وكل حاجة، بس هي مبارك بس لما بيعمل شك بسيط بتقلب عليه عشته تاني. يعني الامان العاطفي، انت كنت مدي الامان للزوجه ولكن بدا يبقى فيه شك، ولا العكس هي اللي بتشك فيك؟ بتشك فيا يعني. وده مأثر على حياتكم ازاي طيب؟ ما اصل ما عادش بقى ثقه بقى ولا اي حاجه، والعيشه يعني بقت وحشه. طب من هو ناحية عمل ايه عشان ما تثقش فيه؟ اكيد في سبب. طب دكتوره امل عايزه تسالك، اتفضلي يا محمد. اتفضلي يا دكتوره. طب هو ايه اللي حصل قبل ما هي تفقد ثقتها فيك؟ اكيد انت عملت حاجه هزت الثقه دي. لا ما فيش ثقه ولا حاجه، بس يعني عشان بس كنت بصالح واحده كانت زميلتي كانت غضبانه، فهي فكر بقى ان هي دي كان الحب القديم وكده بقى. بس انا بشكرك جدا والله، انت جاوبت على كل الاسئله. اصل ما فيش حاجه يا جماعه يعني سبب. بص ده كان الحب القديم وانت بتقول واحده زميلتي، يعني بالظبط مفيش حاجه من غير سبب. صحيح. طب هنرد عليك. حاضر يا محمد. دلوقتي ما يعني محدش يقول لي ابدا انه صحي من النوم لقى يعني مراته بتشك فيه، ما فيش حاجه اسمها كده، ولا العكس. لازم يكون هو السؤال السحري، ايه اللي حصل قبل ما يحصل كده؟ ايوه، في ناس تقول لك ما حصلش حاجه، ودي الاجابه اللي انا متعوده عليها نسبه 9. يعني مش حاسس اصلا. بعدين بعد شويه بتيجي بنقول اصل ولا حاجه، هو قال كده في الاول. أيوة. قلت اصلك ولا حاجه خالص ومش عارفه ايه، وبعدين اصل انا رحت صالحت حبي القديم يعني
انا عايزه اضحك. انت بقى دورك ان انت تطمنها مش تشتكي منها. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مش معقول كده يعني بتعملوه في الستات ده. هو اكيد بيحاول يطمنها بس هو مستغرب هي يعني غيرها. مستغرب ازاي؟ دي حبه الاول. هو نفسه قال يا هو قال. ايوه انا فاهمه. قال دي حبي الاول. انا مش فاهمه هو مستغرب ليه. ما هو انا كمان مش فاهمه هو مستغرب ليه. يعني هو المفروض ان انت فاهمه ان دي زميلتي في الشغل وبصالح. يعني خلص الشغل كله وخلص الاهل وخلص الصحاب وخلص اهل جوزها واهلها اهلها هي وما فاضلش غير انت بس اللي تصالحها على جوزها. يعني ما هو برضو كلام مش منطقي. فيعني اديها عذرها بصراحه. اديها عذرها. اديها عذرها والنبي وحاول انت بس تطمنها وتديها الامان. تمام. نرجع لمرجان. نرجع بقى لمرجان. طيب. الانسان اللي عايش اللي انا قلته بقى ده كله في اللي فات ده كله ده هيبقى عنده امان وثقه في نفسه. والامان والثقه في نفس برضو دول حاجتين مرتبطين ببعض جدا. لانه معلش اللي ما عندوش ثقه في نفسه ما عندوش امان. من الحاجات المهمة جدا الناس المؤمنة ايا كانت عقيدتها الايمان بيعلي الايمان بيعلي الامان. اوكي. فالناس دي بتبقى يعني في سلام واي مشكلة بتحصل لها بتعرف تتعامل معاها لانها بتبقى عارفة انها حاجة وقتية لانها من اوريدي متطعمة. خليني اقول التعبير ده هي اوريدي متطعمة ضد الخلخلة بتاعة عدم الامان. حلو. في بقى ناس في نوع تاني من عدم الامان بينتج عن تجربه محدده. يعني مثلا مامتي اتخانت او اختي اتخانت او انا اتخنت. فلو انا ما روحتش في اللحظه دي اتعاملت مع حد متخصص يعني يمسح لي القصه ويشيل لي الصدمه ويحللها معايا ويشيل الاثار بتاعتها غصب عني هعيش على الاوتوماتيك متوقعه انه ده يحصل تاني. طبعا. اوكي. فالناس اللي بتعدي بازمات من النوع ده انا بنصحهم انهم لازم يروحوا المتخصص يحكوا القصه ايه اللي حصل عشان هو يجد في عقله الواعي واللاواعي تفسير والتفسير ده بيبقى جزء من إزالة الصدمة وأثرها على البني آدم عشان بدأ يعني عشان ما يبدلش طول حياته عايش في صدمات من نفس النوع. لأن الإنسان لما بيركز على الخوف من الخيانة أو الخوف من عدم الأمان أو الخوف من الفقد أو وهكذا اللي بيركز عليه ده بالظبط هو اللي بيحصل له. فعلشان مشاكلنا ما تزيدش يا ريت اول ما حد لازم حد يساعدنا لازم. وده مش عيب ولا حرام. لا عيب ولا حرام. لا والناس كلها بصراحه انا سعيده بالوعي اللي بقى موجود عند الناس. احنا معانا يارا من المنصوره. الو يا يارا. يارا. ايوه. اتفضلي يا حبيبتي. الو مساء الخير. مساء النور. لو سمحت انا متجوزه بقالي سنه ونص. ايوه. وساعات بشك في جوزي. بتشكي انه بيخونك يعني؟ اه. طب انت بتشكي فيه ليه؟ عشان هو حصل موقف قبل كده وانا متجوزه وسمعته وهو بيتكلم واحده. لقيتيه بيتكلم واحده. طب واجهتيه؟ اه. قال لك ايه؟ مفيش. هو قال لي يعني عادي هي ما تفرقش معايا ومن ساعتها حاسه ان هو اتظبط بس انا يعني مثلا اللي فيه بقى مش عارفه اغيره. اه انت برضو قلقانه يعني انت من ساعه اللي حصل ده وانت قلقانه. طيب انا عايزه اقول لك على نصيحه مطلقه كده ليكي ولكل المتزوجات. لو جالك لو اي واحده متزوجه او مخطوبه جالها شك انه خطيبها او جوزها مش تمام يعني في حاجه مش مظبوطه لازم الاول تتاكد وتحط تسال نفسها سؤال كده. انا لو اتاكدت ان جوزي بيخوني او خطيبي بيخوني هل انا جاهزه ان انا اخد موقف؟ طيب انا لا دي اول اجابه انت اللي هتجاوبيها. طيب تاني بقى سؤال تساليه لنفسك. انا لو اخدت موقف هل هو ده حل المشكله؟ يعني المشكله هتتحل خالص تمام ولا انا هفتح على نفسي باب من المشاكل انا مش قده؟ طيب هل انا سؤال نمره ثلاثه اللي هساله لنفسي برضو. هل انا ما قصرتش في اي حاجه خالص مع جوزي وانا عملت كل اخدت بكل الاسباب وهو بس اللي عينه فارغه؟ او ده طابع في الرجاله او واتيفر انت هتقولي ايه لنفسك حسب المعطيات اللي انت عايشاها. تفضلي تسالي نفسك وتجاوبي وكل اجابه هتطلع لك حل بشكل او باخر. انا بنصح كل متزوجه قبل ما تواجه جوزها بالخيانه تحاول تعمل ابجريد لسيستم حياتها.
ساعات الراجل ما بيبقاش قصده الخيانه ولا في دماغه الخيانه، وبيحب بيته وبيحب مراته وبيحب عياله، لكن بيخرج عن الروتين، بيخرج عن المألوف، محتاج يفضفض مع حد من غير ما حد يحاكمه او يجلده او يطلعه غلطان، لان النفس البشريه بطبيعتها راجل او ست، يعني انا بشوف ان الاعتذار ده نبل، وان الانسان اللي بيعترف بخطأه ده منتهى النبل، يعني حاجه اكتر من يعني حاجه عاليه جدا. فاحنا كشرقيين وكده عندنا حكايه الاعتذار او انه يقول لك انا غلطان او كده او انا قصرت في حقك، هي برضو حاجه صعبه شويه. فانتي راجعي نفسك وصلحي حياتك وشوفي لو في حاجه، وحاولي تحافظي عليه بطريقه غير مباشره، ان المواجهه مش دايما بتكون صح، ولا انك تنكدي عليه بقى وتفضلي ضربه لبوزه وزعلانه وقلقانه، وانت بعد كده تلبسي غلط اكبر، شكاكه ونكديه وحسراني، وهتخشي في قصه تانية خالص. فان شاء الله يعني يا رب يكون كلامي فتح لك مجالات اكتر للحياه افضل. يا رب يا دكتور. ميرسي يا يارا. كمان معانا اتصال من مريم. يا مريم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي، عايزه تشاركينا بايه؟ الله يخليكم، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه بألف صحة وسعادة. عايزه اقول ان افندم حضرتك وطي التلفزيون بس. استاذه مريم. الو. قفل. واضح ان الخط قطع. معانا تليفون تاني؟ طيب معانا معانا انتصار. انتصار اهلا وسهلا بيكي. تليفوناتك كتير. ابتسام. ابتسام. طيب اتفضلي يا ابتسام. انا كنت عايزه اسال الدكتوره بس في حاجه وانا مش عارفه اعمل ايه. اتفضلي يا حبيبتي اساليها. انا وجوزي في احنا بنحب بعض، واخدين بعض على حب وكل حاجه. ومعانا اربع عيال وكده ما شاء الله. بس هو قدام الست بيبقى ضعيف. قدام اي ست يعني؟ وساعات تليفونه وساعات بنفت عليه تليفونات وهو بيتكلم الستات وكده. انا بواجهه بيقول لي ده كلام فاضي ولعب عيال وتسالي وكده. طيب انا بس كل اللي عايزه اقوله لك، ما انا كنت لسه بقول دلوقتي ان ده ممكن يحصل، بيبقى ما فيش خيانه، يعني بمعنى الخيانه علاقه وهتهدي، لا بمجرد انه ايه كسر للروتين. انت مثلا اتشغلتي عنه شويه في تربيه العيال، فهو حاسس ان هو يعني محتاج حد، كانه واحد صاحبه، يعني كانه رايح على القهوه. ما فيش مانع. وحكايه بقى السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي بتخلي الناس مفتوحه اكتر، ويرغوا هنا حبه ويرغوا هنا حبه من بس هل الموضوع ده يعني نتقبله عادي يا دكتور؟ لا، حل الموضوع ده ان هي ما تبقاش نكديه، ولا تواجهه، وتحاول تملى حياته بهجه. يعني الراجل دوره ان هو رب الاسره، هو مسؤول عن الاسره ماديا واجتماعيا ونفسيا وحاجات كتير قوي، والست عليها دور تاني. فلو كل ست قعدت تحاسب جوزها حساب الملكين، الحساب يوم الحساب مش هنخلص. تمام. فلازم كده بالراحه، وتكوني ذكيه، يعني فوتي 10 مرات ولو واعملي بقى كل اللي انا قلته، واعملي اللي عليكي وزياده، ورجعي كده نفسك زي ايام الخطوبه وزي شهر العسل وكده. وبعدين لو ما لقيتيش فيه تغيير، اخترعي له انت تغيير. يعني كل واحد حسب ظروفه، يعني ممكن تسيبي الولاد عند مامتك وتروحوا تقضي يوم بره مثلا كل شهر، كسر للروتين بس مش اكتر. عشان الحياة تبقى فيها لطف. هناخد اخر تليفون لان خلاص وقت برنامجنا خلص. يا نهار ابيض. مش ممكن. معانا مريم رجعت لنا تاني. الو يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الموضوع ده جميل جدا جدا جدا، وحياه موضوع في منتهى الجمال. انا فعلا كنت ازعل لو ما كنتش معاكم. الحمد لله انك معانا. اتفضلي يا حبيبتي. الامان هو، يعني عايز اقول، هو الحياه الزوجيه، هو الامان. ان انا احس بالامان، لان انا لو ما حسيتش بالامان في بيتي، ايوه، يبقى اعيش فين بقى تاني؟ فانا اي مشكله بيني وبين جوزي، اي حاجه بعرفها، اي حاجه بشوفها، لازم اتجاهلها، واعمل نفسي مش شايفاها، واعمل نفسي مش عارفاها، وبعمل زي ما انت قلت بالظبط. وبلاقي فعلا تجددي زي ما دكتور قالت بالظبط. بالظبط. كلام جميل وفعلا، يعني بنرجع احسن من الاول تاني، وتبقى الايام كلها حلوه والحياه حلوه. ربنا يسعد ايامك. بالظبط. بجد انت ست جميله.
لو نكشت انا ولو انا حسسته مش هبطل، هيبقى موضوع عادي بالنسبه له تمام. صح، برافو عليك كده، انت ست ذكيه، ست ذكيه بجد. شكرا يا مريم جدا. ايه كلام بقى اتفضل يا نور، نلم الموضوع ازاي؟ نلم الموضوع ازاي؟ انا شايفه ان عنوان الحلقه غياب الشعور بالامان بيهدد الحياه. الشعور بالامان يا ناس يا الجميله اللي بتسمعونا، الشعور بالامان عباره عن محورين، محور داخلي انت جاي بيه، يعني انت جيت بيه جيت بيه للعالم الخارجي، تمام؟ اللي هو ايه؟ انا جايه من بيت اهلي، من رحم امي، من تاريخي بتاع تربيتي و و و و، رحت على حياه تانيه مع جوزي. فلو انا مش ستيبل من جوه، مش متوازنه ومش شبعانه امان، والامان ده مش جزء من شخصيتي، انا اسفه انا هكفر سيئات جوزي. ليه؟ لان هو ممكن يبقى ما عملش حاجه خالص، وانا اللي دايما خايفه من الحاجات اللي حصلت لي او اللي انا اتحرمت منها لحسن يعملها فيا. أيوة. فبقى قاعده زي عارفه اللي قاعد مستني الاسد يهجم عليه. ايوه فهو انا قاعده مستنيه هو الاسد هيهجم ولا لسه شويه. فدي هتبقى حياه الويفز طالعه مني ليه، هتفسد كل الحاجات اللي هو الكويسه اللي ممكن يعملها لي. تمام. ده في ستات بتوصل انه لو جاب لها هديه تقول لك اه ما هو اكيد بيخوني، ما هو من امتى بيجيب لي. ايوه صح. يعني اللي هو مش قادر اتحس اللي بحبك، يبقى ازاي ده يبقى اكيد عامل عامله من ايه كده، من كتر يا حرام ما هي عانت. هي مش قادره تصدق انه في حاجه كويسه. ايوه اوكي. فارجوكوا انتبهوا، السؤال السحري، الشعور اللي عندي بعدم الايمان بعدم الامان ده يخصني بتاعي؟ يعني بتاعي دلوقتي، يعني دلوقتي هو ده بتاع الموقف ده بس، ولا مش بتاعي بقى بتاع تفاصيل تفاصيل حاجات انا بقعد افتكرها له من زمان، متأثرة من الميديا، متأثرة من مسلسل، متأثرة من صاحبتي، متأثرة من خالتي، متأثرة من المسلسلات ده قصة كمان. فالشعور بعدم الامان ليه محورين، محور انا جايباه معايا وانا جايه للحته دي اللي انا لقيت فيها عدم الامان. تمام. فلازم اشوف الاول انا ازاي، يعني لما جيت هنا كان معايا ايه؟ كان معايا امان كم من 10 ولا ما كانش معايا حاجه خالص؟ علشان اقدر اقيم عدم الامان العاطفي ده ليه علاقه بايه بالظبط، بالشخص ولا بيا. نشكر حضرتك بصراحه، شكرا يا دكتور امل. هو الامان ده يا جماعه عايز 17 حلقه 17 حلقه والمكالمات انت مش عارفه احنا انا عند الاطفال وعند الكبار وعند المتزوجين وعند الشغل. في ناس ما عندهاش امان في شغلها، في ناس ما عندهاش امان مع اصحابها، في ناس ما تعرفش تعمل صحاب عشان هي خايفه لا اصحابها يتحكوا عليها. والله هنتكلم كتير في الحلقات اللي جايه، هنشوف كتير قوي. ده حقيقي، هنتكلم عن كل اشكال الامان اللي ممكن يكون. ربنا يرزقنا الامان جميعا يا رب. ميرسي حضرتك يا دكتور جدا. دكتور امل محسن كانت ضيفتنا استشاري الصحه النفسيه، بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك. شكرا يا دكتور امل، ودايما حلقاتك بيبقى فيها مكالمات كتير فبتاخد من كلامك ومن وقتك، مالناش دعوه. اهلا بالمكالمات. الناس بتبقى بجد محتاجه انها تعرف معلومات. الحمد لله ان احنا نقدر نأدي الدور ده. ميرسي يا نور، كانت حلقه جميله حبيبتي. طبعا. اعزائي المشاهدين بنشكركم، نتقابل بكره ان شاء الله ولما حلوة جديدة الساعة 6.